اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن الدورة التدريبية لأطباء الامتياز في كلية الطب في مجال طب الطوارئ بمشاركة 44 طالبا وطالبة. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده زميل محمد عبد الله غالب. اختتمت بكلية الطب جامعة عدن اليوم الدورة التدريبية الأولى الخاصة بطلاب سنة الامتياز في طب الطوارئ والمقدمة منحة من مؤسسة همم حضرموت لجامعة عدن. وفي حفل الاختتام الذي حضره وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون السكان الدكتور سالم الشبحي ونائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب الدكتور محمد عقيل عطاس وعميد كلية الطب الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي ورئيس مؤسسة همم حضرموت عبد الرحمن طارق العبادي، ألقى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون السكان الدكتور سالم الشبحي كلمة أشاد فيها بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الدورة وأهميتها لطلاب السنة الأخيرة في كلية الطب. هذه الدورة هي دورة يعني في بنسميها برانش أو تخصصات المهمة جدا في جانب الطوارئ والإنعاشات، وهذه الدورة نحن نطالب جميع رجال الأعمال والجامعات والذين مهتمين بالقطاع التعليمي على أن يهتموا بإعداد مثل هذه الدورات من أجل الاستفادة لها وإنقاذ حياة المرضى. نحن نعمل دائما عمل جماعي تكاملي من أجل النهوض بالوضع الصحي، وعندما ننهض بالوضع الصحي ضروري نعمل على النهوض بالكادر. الكادر هو أهم حاجة، الكادر والمستشفيات والتأثيث وهذه الأمور. كما أكد عميد كلية الطب الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي أهمية إقامة هذه الدورة والتي ستستمر خلال الأعوام القادمة وبدعم من مؤسسات القطاع الخاص وجامعة عدن. اليوم نحن أنهينا الدورة الأولى في طب الطوارئ، عبارة عن كورس استمر لمدة 3 أسابيع بواقع 60 ساعة، هذه في جانب نظري ومنها الجانب العملي. استهدفت بالأساس طلاب الامتياز اللي هم السنة الأخيرة في كلية الطب، وذلك لإعطاهم فكرة كاملة على التعامل مع الحالات الحرجة والحالات الطارئة التي يواجهونها في عملهم في المستشفيات الحكومية والخاصة. من جانبه أشار رئيس مؤسسة همم حضرموت الأستاذ عبد الرحمن طارق العبادي أن المؤسسة مستعدة لدعم القطاع الصحي بشكل مستمر. نفخر ونشكر الله سبحانه وتعالى ونفخر بأن اخترنا من بين الشركات لدعم هذا المجال الطبي في جامعة عدن، وهو دعم الدورة الأولى لطلاب من السنة السادسة لطب الطوارئ والعناية المركزة. فمهما قدمنا لا يمكن أبدا أن يرتقي إلى ما استفاد منه وما الطلاب وكذلك في جامعة عدن. وقد شارك في الدورة 44 طالبا من طلبة سنة الامتياز بكلية الطب الذين تلقوا المعارف الهامة في مجال طب الطوارئ، منهم الطالب ناصر جمال. نشكر همم حضرموت وكل القائمين على هذه الدورة لدعمهم السخي يعني في إنجاح هذه الدورة. طبعا هي كانت متقارب شهر ونص، لكن يعني من التدريب العملي والنظري، لكن اكتسبنا فيه خبرات سنين يعني من دكاتره عريقين في مجال طب الطوارئ، وان شاء الله يعني نكون فعالين في المجتمع. وفي ختام الاحتفال تم تكريم كافه الجهات المساهمه في انجاح الدوره الاولى في طب الطوارئ والطلاب الذين شاركوا في الدوره التي استمرت قرابه 60 ساعه دراسيه. لقناه عدن الفضائيه محمد عبد الله غالب، العاصمه المؤقته عدن.